نحن الان في مديريه المصراخ وتحديدا قريه العرض عزله حصبان اسفل مع احد جرحى المقاومه الشعبيه اول جريح في مديريه المصراخ الاخ عبد القاهر الشميري من قياده المقاومه الشعبيه للحديث اكثر عن جراحه ومدى معاناته سيحدثنا الاخ عبد القاهر طبعا انا اول جريح يعتبر في مديريه المصراخ و واصبت في الكتف الايمن وراح يعني عبر معدل 12 12 سبعة في يعني عربه بي تي ار وكانت المسافه بيني وبين العربه مقدار 600 متر خرجت انا عن المترس لحظه شويه كده بس واذا بالضربه يعني تاتي وتاخذ هذا الكتف مع مع العظم الكامل يعني الحمد لله تم اسعافي الى مستشفى نجران وتم اجراء لي عمليات جراحيه عمليات تجميليه ثم بقينا ننتظر للموا... يعني مواعيد اجراء العمليات الاخرى يعني وزراعه المفصل و... والعظم المفصل لم يتم زراعته يعني هناك طبعا لا يوجد مستشفى متخصص في اجراء عمليه مفصل مع مع العضله المرافقه للمفصل تواصلنا مع مستشفى الى خارج في الخارج في الهند وعلى اساس انه سيتم خروجي الى الهند ان شاء الله للعلاج استكمال بقيه العلاج ان شاء الله ان شاء الله. ومعنا ايضا الاستاذ يحيى اسماعيل مدير مديريه المسراخ وقائد المقاومه الشعبيه خلال الفترة السابقة سيحدثنا أيضا عن عدد الجرحى ومدى اهتمامهم بالمديرية بالقرحة وهل سافر كل من يحتاج إلى العلاج إلى الخارج أم هناك من ينتظرون دورهم لدينا من القرحة ما يفوق ألف جريح وتم تسفير البعض منهم إلى الخارج تم تسفير حوالي 16 قريح إلى الهند بجهود يعني شخصية وجهود ذاتية وعلاقات مع بعض الجهات هناك ايضا تم تسفير ثلاثه الى المملكه العربيه السعوديه تم تسفير حوالي اثنين الى الاردن تم تسفير ثلاثه الى السودان وتم تسفير ثلاثه الى تركيا من جرح المقاومه في مديريه المسرح وما زال هناك من الجرحى من يحتاجوا الى الى تسفير يعني لتلقي العلاج فما زال من لهم تدخلات جراحيه يحتاجوا الى سفر ومن ضمنهم الاخ عبد القاهر الشميري آه شكرا كثيرا لك يا استاذ اذا آه الاخ عبد القاهر الشميري هو احد الجرحى الذين ما زال ينتظر دوره في الذهاب الى استكمال العلاج وما زالت مديريه المصراخ تقدم الكثير من ابنائها وكما يعلم الجميع بان محافظه تعز ما زالت مشتعله بالمعارك شمالا وجنوبا وشرقا وغربا في كل آه اتجاهات المدينه ولا زال الكثيرين ينتظرون دورهم للعلاج محمد يوسف لقناة سهيل تعز